اهلا وسهلا ومرحبا فيكم في برنامجكم وش صاير، معاكم عبد المحسن اللافي. قبل ما نبدا خلوني ارحب بضيوفي. مساء الخير سام. يا هلا مساء الانوار، كيفك عبد المحسن؟ الحمد لله تمام، نورنا. نورك نور نواف. وكمان خلوني ارحب بنواف العصيمي. اهلا اهلا، يا هلا فيك. هلا فيك. اليوم عندنا أخبار كثير جدا، جاهزين نبدأ؟ بإذن الله. نبدأ أخبارنا السريعة. من ضمن أخبارنا، وزير الرياضة يفجر مفاجأة حول لياقة لاعبي الأخضر. ايش رأيك في المنتخب؟ هي لازم نتخذ قرار حاسم، أنا في وجهة نظري، فيما يخص المنتخب وتجهيز المنتخب للتصفيات الجاية. منشيني سوى لهم فتنس تيست في أول معسكر. كم لاعب تتوقع اجتاز الاختبار البدني؟ 50%. واحد من أصل 20 ولا من أصل 30 لاعب؟ فقط واحد اجتاز. لاعب واحد اجتاز. إيش لاعب واحد من أصل 30 لاعب في المنتخب اجتاز اختبار اللياقة البدنية؟ كيف يعني؟ والله هذا طبعا كان مفاجئ لي والكثير صراحة، أنه لاعب واحد. طبعا السيد مانشيني هذا طبعا انذكر هذا التصريح خلال بودكاست سقراط، وزير الرياضة سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، كان يتكلم على عدة محاور، ولكن هذه تحديدا كان يتكلم عن جاهزية لاعبين المنتخب السعودي. لاعب واحد؟ اي طبعا كان في. بس ايش تسوي حياتك كلها تلعب كورة ورياضة؟ هذا اللي أثار يعني استعجاب اللي تناولوا هذا الخبر، ويقول انه لازم نركز الفترة القادمة سواء آسيا ولا كأس العالم، ولعلها تكون خيرة انك تشوفها الآن، تكتشفها الآن، تشتغل عليها من الآن. لا يعني اذا لاعب واحد من اصل 30 لاعب في المنتخب اجتاز اختبار اللياقة البدنية، نواف يعني انت تحتاج كم سنة علشان تجتاز هذا الاختبار؟ الاختبار سهل وانا مستعد. انت بس شوف، انه ما تفكر فيها، المنتخب وأداؤه السابق وهذه نتيجة لياقته البدنية. يا اخي كيف طب لو تجاوزوا يعني، وكيف الثلاثين لاعب كانوا مؤهلين وجاهزين؟ اتوقع هنبدع. بس واضح انه الاختبار صعب، ما هو اختبار عادي. اي طبعا مو معقول طبعا، لان انت تجهز الكأس العالم 2026. فاتمنى نقدر نشتغل عليها. العشم بالجيل القادم اللي قاعدين يهيئونهم من مراحل مبكرة، وهي من ضمن الرؤية. أي طبعاً لازم. وأتوقع الآن الاختبار هذا اللي صار بعد النتيجة دي، الآن أتوقع على جميع المنتخبات حتكون جميع الرياضات اللي عندنا حيتم تطبيق هذا الاختبار عليهم. صحيح. نبغى الكل يروح وهو مؤهل وجاهز. بحلقة الليلة، الترفيه يحطم الحدود. رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل مثيرة عن مشاريع سينمائية سعودية وعربية بمشاركة نجوم عالميين. أحد يعلمنا، يعطينا تفاصيل، يشرح لنا، يوضح لنا إيش السالفة. كعادته معالي المستشار يحب يكسر الأرقام القياسية ويحب ينافس نفسه بنفسه. أول شيء، أنت شفت البرنامج اللي هو الحكاية كيف يا أخي، إذا كانت اللقاء بهذا الإنتاج وبهذا المستوى، معناته إيش الأفلام اللي راح تصدر بعدين؟ صحيح. وبعدين إحنا شفنا فيلم أولاد رزق الجزء الثالث من إنتاج هيئة الترفيه. صحيح. استمتعنا فيه كلنا. اليوم إحنا أمام مجموعة متنوعة من الأفلام القادمة، أحد يكلمنا عنها؟ وش الأفلام اللي ننتظرها الآن؟ في كثير أفلام يعني من الأشياء اللي تكلموا عنها. طبعًا أول شيء قبل ما نخش على الأسلام أفلام مسمياتها، أهداف هذا صندوق بيج تايم، إنه يسوي إنتاجات ضخمة لأفلام مصرية، لأفلام سعودية، أفلام عربية وأفلام عالمية. نبي نعرف إيش هي الأفلام. في كثير، في الفيل الأزرق، في سمعتهم يتكلموا عن فيلم الست اللي حتمثل منى زكي، يعني كأنه قصة حياة أم كلثوم، في فيلم خدته، وفي كثير أفلام صراحة ما تحضرني الآن، ولكن كثير. أحمد حلمي في كلمة أحمد، أسامي والله أسامي كثير. أنا بعطيك فيلم أحمد حلمي راح يكون جزء منه في موسم الجيمرز. أنا بعطيك مثال على حجم الأفلام. في فيلم سعودي اللي حيكون اسمه شبه حياة الزومبي، حيكون من المخرج السعودي محمد الملا. الله نوجه له تحية. التكاليف للفيلمين، في فيلم سعودي ثاني أيضا اسمه سيف البطل، التكاليف لهذه الفيلمين تتجاوز 40 مليون دولار.
فمعناته انت متخيل ايش اللي راح يطلع النتيجه كم دقيقه ايش كم 40 مليون دولار هيئه الترفيه معالي المستشار يعني ما ودك تاخذنا جاهز انت تمثل انا بكون جاهز لقطه بالغلط انا ممثل بالفطره ممكن تمسك الميكروفون ممكن تدعمون برنامجنا برضو برنامج والصاير صح ولا ينفع احنا نبغى احمد نبغى محمد الملا محمد الملا مخرج محمد الملا نعم ومخرجنا مخرج برنامجنا يكون معانا يمثل ينزل معانا طيب تعليق اخير اي طبعا من اهم الاهداف لما سئل معالي المستشار قال اهم شيء انه اول حاجه الارباح اللي راح تتحقق لصندوق بيك تايم مهم جدا انه يحقق ارباح اعاده تموضع او البوزيشننج المملكه العربيه السعوديه في صناعه السينما ومن اهم الركائز يقول لك الشباب السعوديين اللي خلال 3 سنين زي ما عبر قال حيكون عندنا جيش من الشباب عندهم الإمكانيات العالية لصناعة الفن. في خبر آخر أحدث ظهور للفنان الكويتي عبد الله الرويشد خلال استكمال علاجه في ألمانيا يثير شجون محبيه وجمهوره ردد وقال وحشنا قلبك الطيب يا أبو خالد وحشت الدار هذا منو هذا سلم على الربع الله يسلمك الربع سلم عليهم الله يسلمك ألف لا بأس عليك يا أبو خالد الله يعافيك ويشافيك نواف ممكن تشرح لنا وش اللي صار الفيديو صراحة محزن جدا ونسأل الله أنه يشفي شفاء عاجلا غير آجل ويرجع للكويت بخير وسلامة أنا اللي قرأت عن الخبر أنه سوى عملية في الرأس ما أعرف تفاصيلها صراحة ولكن الفيديو مؤثر يعني واضح أنه مرضه كبير سام الإيجابي في الموضوع طلع الفيديو وراجع لمواقع التواصل الاجتماعي كان في ألمانيا هو يتلقى علاجه هناك ويقولوا أنه هذه آخر مراحل العلاج باقي له كم يوم يخرج وإن شاء الله يرجع ودائما الوعكات الصحية من هذا النوع يبغى لها وقت لأنه الواحد يرجع وإن شاء الله أنه يرجع ونستمتع بصوته في وش صاير حالة احتضان جماهيري للفنان محمد عبده خلال رحلته العلاجية في لندن وقفة احترام ودعوات تخلد مشاعر الحب تجاه فنان العرب كنت أقولها في الإعلام من أول ونتمنى أنك توثقون اللحظة ذي لأنها لحظة تاريخية بالنسبة لنا أقل ما يكون عندنا إحنا كطلبة كأبناء لك إننا نوقف اليوم احترام وشكر على المسيرة العظيمة كل حفلة كنت أتمنى أني أشوفك وأحضر جميع حفلاتك وداعمين لك والدينا كله يعني أنا أتكلم بلسان لسان جميع المبتعثين يا والدي ويا حبيبي كلنا ندعي لك 50 سنة و 60 سنة ممكن تخلدت في المحبة الصادقة اللي أنت بتشوفها قدامنا وإحنا بس حتى جيالنا وأجيال وصدقني من يسمع صوتك وما يحبك بريطانيا من لندن اللي جايينك من لندن من بورموث من كل المكان محمد عبده تاريخ وإيقونة وشيء عظيم بالنسبة لنا محبتك اليوم هي إرث وطني إحنا تربينا عليه سام وش صاير؟ التقى أبو عبد الرحمن أثناء تواجده في لندن مجموعة من الطلبة السعوديين هناك والتفوا حولين وكان يعني شخصية الأب اللي يتكلم فأنا تحسوا أب مع عياله بالضبط تلقائي وحب يعني تجمع الشباب بالذات اللي كان يلقى يعني مو بس يقول الكلمات وكلماته كانت جميلة يعني كل مرة فيها على قولهم assertion يمسكوا في الكتف ويرجع يقول له أنت نسمع كل أغانيك ونتمنى أن نكون في كل حفلاتك وأغانيك اللي جمعت كل مناطق المملكة فنيا فكان جميل الفيديو كان جميل وهو كمان كان جدا تلقائي كالعادة صراحة طبعا انتشرت مقاطع كثير لفنان العرب في بريطانيا تعتقد انه ممكن الشيء هذا يشكله ازعاج لما الناس تتجمع عليه انا متاكد هو لو كان متضايق حيتجنب وجوده في الاماكن العامه حيكون معاه حرس كذا فما اتوقع انه ان شاء الله متضايق بس الحلو في الموضوع الخبر انه الحمد لله طلع ما فيه مرض السرطان نفى انه كان مصاب بالسرطان لانه انتشر الخبر قبل كذا هو طلع يتعالج نفس العلاج اللي يستخدموه مرضى السرطان للحاله اللي عنده فالحمد لله على سلامته ما هو مصاب بالمرض لكنه يتعالج نفس العلاج نسال الله السلامه ويرجع لنا ايضا سالم غانم امين يا رب
هذه كانت أخبارنا الليلة، لا تروحون بعيد، راجعين بعد الفاصل بعد قليل. عمل مسرحي يتحول إلى صراع على السوشيال ميديا. خلاص يرحم أهلكم وربي، طفشنا من مشاكل مسرحية صنعة في الكويت، كل يوم خلاف جديد وبلبلة وأخذ ورد، لين متى يعني؟ تراكم أشغلتوا الناس؟ بس يا ترى هالمرة وش سالفة الهوشة بين بدر الشعيبي وعبد الله أبو شهري؟ وش دخل جمال الصالح وليالي دهراب؟ هذا اللي راح نعرفه بفقرتنا من سؤلف إحنا وايد بس نتهاوش وايد. جدل كبير على السوشيال ميديا ما توقف من بداية عرض هالمسرحية لليوم، وهالمرة بسبب بدر الشعيبي اللي طلع فضح محادثات خاصة وأدلة بينه وبين صناع مسرحية صنع في الكويت تؤكد سرقة فكرته اللي اشتغل عليها لمدة سنتين، وهي المدينة الترفيهية واللي كان المفروض يطلقونها السنة الجاية. 3 شهور ساكت، احترمت العيش والملح والعشرة وكلمتهم مليون مرة وصفيت نيتي وياهم، لكن ماكو فايدة وما راح أسمح زيادة لأي شخص يغلط علي ويغلط على أهلي ويشكك في تعبي وجهدي. أنا بالنهاية إنسان قبل لا أكون فنان. 3 شهور أشوف ظلم ظلم علي وأقول ما بيها توصل لهذا الحد. هذه الرسالة اللي وجهها بدر بستوري نشره على حسابه الرسمي في السناب بعد ما نشر كل المحادثات زي ما انتو شايفين. طبعا كاتب المسرحية جاسم الجلاهمة طلع بتصريحات لأحد البرامج وكمان بلايفات عشان ينفي صحة هالكلام وينفي أصلا وجود أي خلاف مع بدر. بس الرد الأبرز على هجوم بدر كان من أحد نجوم العمل اللي هو عبد الله أبو شهري، بعد ما رد عليه بمقطع طويل، خلونا نشوف جزء منه. مواضيع اللي بينكم من هذا يحب هذا وهذا ما يحب هذا وهذا يبين إنه يحب هذا، سوالف اللي بينكم واللي هذا أنا ما لي شغل فيها، ما أشوف هالأشياء. أنت تدري علاقتي فيك شنو، وأنت تدري أنا علاقتي فيك شنو، ومسجاتنا واتساباتنا سنين مع بعض. إذا أنت بعد تثبت على الواتسابات وتنشر، روح شوف بيني وبينك شنو الحكي اللي بيني وبينك. خربانة الحين بحط فيديو تيك توك وبحط فيديو شلون قلت لك بسوي حركة ترند وقلت لي أوكي، وبحط فيديو الدعاية بعد. كل شيء نزل، خليه ينزل ويشوفون. بدأ أنت تكلمت في الموضوع، خليه ينزل ويشوفون. هو ناطر إنه يرجع، أنا يحبه ناطر إنه يرجع. مناطرة؟ أكيد مناطرة. زين تسوي، لأن اللي معانا ما أحبهم. الله يهدي النفوس يا شباب، صدقوني ترى ما في شيء يستاهل. بس يعني معقول يكون من أحد أسباب هالخلاف حركة اليد هذه اللي شعللتها بينهم أكثر وأكثر؟ ما نسولف إحنا وايد، لا هالمرة الشغل شايل، لا إحنا النخبة، إحنا كل هالحقبة إحنا. طبعاً الحركة مقصود فيها شركة بدر الشعيبي اللي اسمها ترند، وهالخلاف اللي فعلاً تصدر الأيام اللي فاتت سبب انقسامات جماهيرية هائلة ما بين حزب بدر الشعيبي وترند وحزب عبد الله أبو شهري وصنع في الكويت. أما الحزب الأكبر فهم اللي فاهمين السالفة من الأساس، قد ما هي طويلة ومعقدة ومشربكة وفيها تفاصيل كثيرة داخلة ببعض. أما التيك توكر محمد الموسوي فكان عنده رسالة يوجهها للاثنين، خلونا نسمع. بدر الله يحفظكم، الحين مسرحكم مسرح طفل، الأطفال هم اللي يتأثرون فيكم مو أنتوا تأثرون، الله يحفظكم. حارقينها بالمسرح، شابينها شاب، الدم دم دم تا تا دم،
يعني وضعكم زين بالمسرح، ليش تطلعون تهاوشون بالسوشيال ميديا انتوا ربع دقه على بعض؟ لعنوا خير بعض، سفلوا بعض، سكروا التلفون، واجهوا بعض. ليش السوشيال ميديا ولويا وما ادري شنو، ويصير حزب ابراكادابرا وحزب ما ادري شنو؟ شوف الحميل ايش حالاته، رقص الشعب كله بدون مشاكل، بدون ما يسوي ولا شيء. الشعب كله معطيك هذه مالت الحملي، الشعب كله كله كله، والشعوب الاخرى بدون مشاكل. يا جماعه انتوا يعني انتوا قدوه حق الاطفال، انتوا قدوه حق على فكره اللي زود تعقيد هالموضوع دخول اطراف كثيره فيه، ومنهم ليالي دهراب اللي طبعا رجعت قضيتها للواجهه مجددا، وتحديدا بعد جمله بدر باحدى سناباته: كنتم متفقين انكم تشيلوا النجمه ليالي. وكلنا نذكر قصتها اللي عرضناها من قبل في البرنامج، واتهامها لصناع العمل بالغدر فيها لما كانت مريضة. ومن اللي دخلوا على الخط كمان علي المهيني، واللي كان أحد أبطال مسرحية صنع في الكويت، ومن ضمن المحادثات اللي نشرها بدر كانت بينه وبين عبد الله أنهم ما كانوا يبغون علي في المسرحية. ورد علي جاء بعد انضمامه لمسرحية المدينة الترفيهية بهالفيديو اللي حب يأكد فيه أنه ما يهتم لكلام أحد. لا 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 وإذا فكرت حبينا نو 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 اسأل غيرك شاف وجرب الكل يحبهم شافين هجب سووا الندب. تحسبون السالفة وقفت هنا؟ لا يا بوي، انضم لهالصراع المحتدم التيك توكر جمال الصالح بعد ما طلع بدر بلايف مشترك مع كاتبة مسرحياته ومسلسلاته مريم نصير عشان يوضح الخلاف بخصوص ممثلي شركة ترند الداعمة لأعماله واستبعاد اسم جمال الصالح من مسرحية أبراكادابرا 2 بعد نجاحهم مع بعض، بالإضافة إلى رهف محمد في مسلسل بروحهم في البيت اللي كمان صارت حوله مشاكل كثيرة لدرجة أنه انحذف بكبره من اليوتيوب. وبنفس هاللايف رد بدر على الهجوم الشرس اللي تعرض له من فانز وجمهور جمال الكبير بعد اتهامه بأنه تجاهل جمال بتهنئة طاقم العمل بعد حفل جوي أوردز. جمال بدوره طلع برد عنيف على هالجدل. خلونا نسمع وش قال. ليش تجبرون الشخص يصير مش محترم وقليل أدب؟ ما حد طيح أحد وما حد رفع أحد. أنا لو أنا مو موهوب والناس ما حبتني ما طلعت على هالدنيا، ما شفت كل هالعدد، ما شفت كل هالجمهور، ما شفت كل هالمحبة. والله إذا حب عبد حبب الناس فيه. يا أخي لازم تصير لازم 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 تصير شوي عقلاني، لازم تصير شوي ذكي. ارتقوا، ارتق ارتق هل هم هلا وعنده مشاكل هنا وعنده ويحطونه بمشاكل مسرحيات ومسرحيتي اقوى وانا اوكي وانت ايش فيك وانا طلعتك وانا صعدتك. هذول ثلاث اصلا انك تياه تبغى تسبود. انا هات خلاص خلاص واحد يسكت 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 يسكت. لا متى لا متى حبيبي لا متى؟ ما احنا وقتنا، احنا انا اتكلم صاد انا، ما احنا وقتنا عاد خلاص عاد يلا خلاص. انا نفسي تعبت من هالقضيه. خلونا نروح للسؤال الصعب أحسن شيء. السؤال الصعب لنواف وسام، على قولة الزعيم عادل إمام، إحنا مع دول ولا مع دول؟ أنت تعرف مين دولة عشان تصير مع دول؟ تعبت ربي تعبت. خبيصة والله خبيصة. والله خبيصة. أي فصراحة صراحة دقيقة أعزائي المشاهدين، إذا في أحد فهم السالفة شكرا لكم، ما شاء الله عليكم، أنتم خطيرين جدا لانه انا ما فهمت السالفه. قل لي. ولا لا اقول السالفه صار فيها كثير اطراف وفيها عمل، وهذا يرد على هذا وهذا يرد على هذا، وكل واحد له جماهير وجماهير هذا ترد على هذا. وفوق كل شيء اي صراع يكون في السوشيال ميديا يعظم ويصير عليه تفاعل اكثر واكثر، فاشوف هذا السبب اللي خلاه يطلع بالطريقه هذه. تقييمك للموضوع؟ أنا ما راح أكون لا مع دول ولا مع دول. أنا راح أكون مع الشخص اللي مهتم بالمسرحية، صاحب المسرحية، المستفيد من المسرحية. حلو. تنتشر أكثر. هذا من صالحه صراحة. هذا الموقف والمشاكل قاعد
قاعدة تعزز وتظهر المسرحية أو تعلن لها بشكل غير مباشر طول الوقت. طيب إذا كل هالسوالف وهم ما يسولفون وايد، كيف لو كانوا يسولفون وايد؟ وش كان ممكن يصير مثلا؟ وايد ولا بلاك؟ والله ما أدري. تقييمك للنكتة نواف مرة سيئة. مرة سيئة. عايشة منك حلو. السؤال عجيب ما يتجاوب عليه، بس أنا أشوف هي أشوف إذا تبغاها بسخرية، إذا المفروض إنه يصير فيلم أكشن وعنيف، لكن الحقيقة أتصور إنه هذا اللي صار، إنه ما يسولفون وايد، لو جالسين يتكلمون مع بعض لأن حلت كل الأمور هذه ولا ما صار. الله الله إجابة نموذجية طبعاً، إجابة جميلة طبعاً، تستحق 10 من 10. شكراً. ونجمة نجمة كمان والله برافو، عندك إجابة نموذجية. هل هذا الحكي شذي قاعد يأثر سلباً على المسرحية ولا لا؟ كلام سام؟ لا لا كلامهم هم، مشاكلهم اللي قاعد تصير. ممكن في أحد يصير مكروه؟ ما في أحد حيصير مكروه؟ أنا أتكلم عن المسرحية بشكل عام. إيه؟ هل حيتأثر بالمشاكل ذي؟ المسرحية يعني نفسها؟ يعني نأخذ مثال ثاني، ذيك الفنانة اللي طول الوقت يتضارب هي وزوجها. طب أنت راح تعود لنفس نقطتك اللي هو أنه هذا الموضوع راح يفيدهم أحسن في بيع تذاكر. نعم شذي أنت مرة مادي وايد، كل شيء تشوفه فلوس وتذاكر وبيع ووصول ونجاح. وايد وايد. طيب والمشكلة اللي صار عليها؟ يتصالحون بعد ما تتوزع الفلوس. نرجع لكم بعد الفاصل وبعد قليل فقرة أخذ ورد. متابعينا على SBC، أهلا فيكم من جديد ببرنامج وش صاير، والحين ننتقل إلى فقرة أخذ ورد. كلنا عارفين أنه الزواج هو مشروع العمر اللي الواحد يأسس نفسه عشانه، بس الجديد أنه ينقلب لمشروع تجاري تحت اسم المهر الذكي. ما هو المهر الذكي؟ نبدأها بالسلام عليكم. المهر الذكي هو عبارة عن رغبة في الزواج من فتاة، المهر لنفترض 50,000 ريال. 50,000 ريال لا تدفعها كاش، جيب بقيمة 50 ذا ذهب مثلا، نفترض مثلا سبيكة الذهب 100 جرام قيمتها 50,000، جبت لها سبيكة ذهب 100 جرام، قولي بنت الأجواد هذا مهارك 50 عبارة عن 100 جرام تسوى لها 50، تبغى تبيعينه تبغى تستثمرينه بكيفك، تبيعينه تاخذين قيمتها بكيف، وتسجل في العقد حق النكاح انه المهر عبارة عن سبيكة ذهب وزنها كذا 100 جرام. بعد 15 سنة، بعد 10 سنوات، جت الزوجة بدون سبب مقنع، بدون سبب شرعي أو بدون سبب نظامي، رغبت بالانفصال. هنا راح يجبرها القاضي لأن ما عندها أسباب مقنعة على إرجاع المهر. المهر عبارة عن سبيكة ذهب، فلما تيجي بترجع لك سبيكة الذهب، سبيكة الذهب قبل 10 سنوات 100 جرام تسوى لها 50، الآن كم تسوى لها بعد 10 سنوات؟ تسوى لها يمكن 80، يمكن 100,000. فهنا تضطر ترجع لك نفس السبيكة بالقيمة الجديدة. طيب خلينا نشوف التعليقات اللي وصلت على الموضوع هذا عند سام. والله هذه أول شيء الاستشارة اللي الله يحرمنا إياها. أعرف حافظ ومش فاهم. خلينا نشوف جيو إيش يقول. يقول بذمة وضمير يشرح وفسفس الأرباح والفلوس تفسفس. أما أسماء إيش تقول؟ تقول كيف يبي الله يوفقه وهو مبيت النية في السوء والخداع والأذية. لا تتزوج من الأساس يا ابن الحلال دام خايف على فلوسك. VGH تقول أشوف الكل طايحين في سب، هي شافتها من الجهة المشرقة، قالت هو من ناحية علم البنات برضو اللي يجيها مهر سبيكة الحاج. نايفكو شوف الاقتراحات، يقول لك نايفكو لو تزوجت قبل 10 سنوات ودفعت مهر 1,000 بيتكوين، طبعا عملات رقمية، كان سعرها 50,000 ريال. لو خلعتك زوجتك اليوم تقدر تسترجع 1,000 بيتكوين وتبيعها 220 مليون ريال. يا ساتر. هذا نايفكو ذا اللي تكلمنا عنه في اقتصاد وما اقتصاد، ايش ذا التعليق؟ عاد انت تحب نايفكو مره. ما اعرفه. صديقكم. لا ما اعرفه بس تعليقه غير منطقي. طبعا نوجه له تحيه، ودائما انتم مشاكسين مع بعض بس تحبون بعض. لا غير صحيح. طيب عندك تعليق على الموضوع؟
التعليق ضحك صراحه. انا متاكد اذا انت سلمتها سبيكه الذهب ولا سمح الله صار انفصال ما حترجعها. لا لا تقدر كم تعادل ذاك الوقت بنفس المبلغ ترجع، ما حيقول له رجع كيلو ذهب يلا. منطقي ما منطقي. وصلنا لنهاية حلقة الليلة، لقائنا فيكم يتجدد الأسبوع المقبل على قناة اس بي سي بحلقة ومواضيع جديدة. لا تنسون تتفاعلون معنا، تابعوا تفاصيل أكثر من المواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج. في أمان الله.